من بعد سلسلة من الفيديوهات على تيك توك تمثلت بالأخذ والرد من هاتان ونور ستارز، واللي اعترفت من خلالها نور أنه هاتان بيكون كراشها بتيك توك. ومن بعد ما طلعت عدة إشاعات على السوشيال ميديا، زعم فيها البعض أنه نور وهاتان تجمعهم علاقة حب وعم بيخططوا للزواج قريبا. أخيرا اليوم كان أول لقاء جمع نور وهاتان ببعض بدبي، فشاركت نور ستارز هالستوريهات على انستغرام من اللقاء. امبارح كنت مختفي على السوشيال ميديا لاخر الليل لحتى فتحت السوشيال ميديا. عيد وطني سعيد للسعوديه وكل المتابعين بالسعوديه، انا احبكم اموت عليكم اعشقكم، ان شاء الله يعني كلها سعاده. ان تصل متاخرا خير ان لا تصل ابدا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هتان او ماي جاد، ترى كلهم حزروا صح والله. هتان يا جايز، هتان روحوا على تيك توك، تيك توك عرفوا اول شيء، سناب شات واه صور يوتيوب. عم بغني عراقي. ليش تغني عراقي؟ وش؟ ليش تغني عراقي؟ لأنه أحب أهل العراق. فتوى خلاص آني. خلاص راح خلاص قلبي هاكم أخ هاتي أمزح. حب أخوي والله، حب أخوي. بكرة أحمد باتشر تنزل فيديو، صح؟ باتشر تنزل فيديو تقول التقوا الحب الأخوي، ترى والله أحمد بالرب نازل لك فيديو في يوتيوب، والله حيضايقك شوية. حب أخوي، حب أخوي والله. لا لا ترى أحبك، حب أخوي أخوي والله أخوي. ديك السعودي ترى إلى اسم اسمها تان بادو. هادو ترى قلت عشان استفزك، ترى هتان بادو. هتان مو هتان، ايش تقولي هتانو؟ هتان بادو، بس انت اسمك هتانو بقاموسي، سو نادولو هتانو. وبما انه هتان مشهور على تيك توك، شاركت نور فيديو على تيك توك وثقت فيه لقائهم ببعض. في الاخير قالت لي ميسيو، اي دونت فيري ماتش. قهر you don't miss me. yes you do not miss me. I miss you. You miss me. ها yes. والله you miss me guys. أصلا أنا كتكوتة، يعني كتكوتة ولا مش كتكوتة؟ كتكوتة مرة كتكوتة. وردت أيضا على سؤال متابعة سألتهم متى الزواج. ما ردك على متى الزواج، وأخيرا اجتمعوا. ألف مبروك كمان. ألف مبروك، الحمد لله. متى أنت تبين نتزوج؟ متى تطلع تشوفي الوقت المناسب؟ أنا مش جاهزة للزواج صراحة. ولا أنا جاهزة. شكرا على خير. طمن والله. باي.